هل تقومين بتأثيث بيت جديد أو تجددين ديكوراته؟ هل تطلعين إلى غرفة أنيقة مليئة بالألوان؟ إذا غرفة المعيشة هي أنسب مكان لإجراء تلك الديكورات الجريئة والمختلفة، حيث أن غرفة المعيشة هي أكثر الغرف داخل البيت اللي يقضي بها أفراد الأسرة أوقات مجتمعين أو بمفردهم، ولابد أن تتميز تلك الغرفة بكل مقومات الراحة والبهجة للعائلة. الراحة بعد يوم عمل طويل هو أكثر شيء نحتاج له في بيتنا، ودور المفروشات العالمية تدرك أن حياتنا اليوم أصبحت مكتظة بالأعمال والمهام المهنية والمنزلية، لذا قدمت لنا كنبا غاية في البساطة والأناقة توفر لنا الراحة والاسترخاء، إضافة إلى اختيار الألوان الهادية والمتناسقة. في البداية أهم ما يجب أن تضعيه محل الاهتمام عند اختيار غرفة المعيشة هو نوعية الأثاث، حيث يجب أن تركز اختياراتك في العناصر المريحة والعملية مثل الأرائك الحديثة والكراسي المريحة. عليك أيضا أن تراعي أن تكون الأقمشة المستخدمة قابلة للغسل بسهولة، وفي المقابل يجب أن يكون الكساء الخارجي قابل للفك والتركيب إما عن طريق السحاب أو أن يكون معتمدا على كساء خارجي قابل للسحب. ده وان فيوجن، هو جوهرة التصاميم المنزلية، وهو اللي بيبحث كل الاستثنائيين اللي بيبحثوا عن التصاميم المنزلية المختلفة. وفي ده وان فيوجن عندنا ثلاثة مفاهيم مختلفة. أول مفهوم عندنا هو الفانك يارد. الفانك يارد بيتميز بأن هو مقتنيات غريبة من كل أنحاء العالم. بتلاقي في غرف النوم طاولات الطعام، بتلاقي في غرف المعيشة، وده المكان اللي كل الناس بتحب إنها تستريح فيه، فلازم يكون مريح، لازم يكون ملائم لذوق لأذواقنا، للناس اللي عايشة واللي قاعدة في المكان. فبتلاقي هنا كل الأشياء اللي بترضي جميع الأذواق. تاني مفهوم هو ذا وان جونيور، وهو كل الأثاث والمفروشات اللي بتناسب الأميرات والأمراء الصغيرين من عمر 3 سنين لعمر 16 سنة. بالنسبة ذا وان جونيور بيتميز بأنه هو مفروشات صغيرة الحجم من مفروشات الكبار، فهي بتبقى شوية صغيرة، شكلها كبير بس صغرت شوية. بالنسبة لثالث مفهوم عندنا هو الأوت دور، وهو المفروشات والإكسسوارات اللي بتناسب كل الأجواء الخارجية، سواء بتنعش بقى المنظر بتاع الشرفة، أو إذا كان في حديقة أو عندك قاعدة خارجية في البيت برضو بتبقى بتنعش المنظر وبتبقى شكلها حلو، وفي كل المفروشات اللي بترضي جميع الأذواق بالظبط. بالنسبة للغرف المعيشة الموجودة في ذا وان فانك يارد، فهي بتتميز بأن هي ألوانها كلاسيكية فبترضي جميع الأذواق. عالية الجودة، فلأن احنا انت عارفة انت بتبقي قاعدة في غرف المعيشة مدة طويلة، فلازم يبقى المكان بيستحمل انك قاعدة بتقعدي كل يوم فيه، وبيبقى فيه لو في أطفال في البيت فلازم يبقى مكان بيستحمل شوية، فبتلاقي الكواليتي عالية جدا في ذا وان فانك يارد. يمكنك إعداد أكثر من كساء للأريكة بألوان تتماشى مع ديكور الغرفة، وذلك لتجديد المظهر من فترة لأخرى دون الاضطرار لتغيير الأريكة كاملة. أما كيف تحصلين على تلك الغرفة المبهجة المليئة بالألوان؟ فهنالك العديد من الأفكار تعتمد على ألوان مثل الأصفر، الأحمر، الأخضر، والأزرق، والبنفسجي، والوردي بدرجات متفاوتة، حيث يمكن مزج تلك الألوان ما بين ألوان الأثاث والحوائط. يمكنك أيضا اللجوء إلى النقوش المختلفة والأشكال الهندسية
للحصول على أكثر من لون في الغرفة بشكل متناسق. ولأن جميع عناصر الغرفة مكملة لبعضها، فلا تنسي اختيار الستاير، لابد أن تتماشى مع التركيبة اللونية للغرفة، فلا تترددي في اختيار ألوان جريئة في الستاير أو نقوش كبيرة لتحصلي على خلفية رائعة للغرفة. الاهتمام بالألوان ظاهرة صحية، والشخص اللي يحب ويتابع تنسيق الألوان في بيته هو شخص بلا شك يحمل الكثير من الاهتمام والثقافة والتنظيم. والمعمار بقية بعد هالفاصل.